Well, the first idea that comes in our mind is to go through. We want to achieve great things here. That's what when I arrived, that's what they made very clear, and that's what I like also about the spirit. It's to achieve good things. مبارك كبير ومبارك المهم أن هنالك روح إيجابية هنا هذا هو ما يعجبني هو أن الروح دائما هي روح تحقيق الانتصارات وروح تحقيق الإنجازات وهذا ما يعجب فعلا ديربي العاصمة المواجهة يخوضها لأول مرة كيف يرى المنافس وهل وهل شاهد مباريات للمنافس أدريان your first derby match here with الوحدة how do you see this match and did you watch any derby matches of Al-Wahda before? No, it's my first derby. I never saw and but they already told me that is a great game to play and that we want to win, of course. We have time now to after the last game to analyze the team, but I think the most important is to focus on our strengths and the way we want to improve as a team also. في الواقع لم تتسنى لي الفرصة لمشاهدة مباراة الديربي سابقا لكن بوضوح ما يتضح لنا أن هذه المباراة كبيرة وتحمل طابعا خاصا وهي مباراة كأس لذلك الآن نحن كلاعبون وكفريق مطالبون بالانتصار في هذه المباراة وهذا ما يجب فعله بالطبع لن تكون مباراة سهلة وهي مباراة كبيرة كما قلت ستوجب علينا بذل قصارى جهدنا والتمرن بقصور والاستعداد لها للانتصار والتأهل للدور المقبل. هل يعتقد أنه انسجم بصورة جيدة مع الفريق؟ Adrian, did you adapt very well with the team? Well, it's a short week until since I arrived, so I'm getting used to my new teammates. It takes time to understand, to know each other also, but the atmosphere is very good. I've been received very well, so I'm pleased and I thanks everyone in the club, not only the players, the way they received me. So I hope we achieve great things together. في الواقع كان أسبوعا قصيرا منذ وصولي إلى هنا لكن كانت لدي الفرصة لأن أخذ باستقبال رائع للغاية من النادي بشكل عام ليس فقط اللاعبين زملائهم اللاعبون وجميع منتسبين النادي أشكرهم على هذا الترحيب الحار كما أنني بنيت صداقات مع اللاعبين وبنيت تفاهمات معهم وبنينا علاقة مع هذا الفريق وهذا اللاعبين لذلك أتمنى بأن تكون مرحلة رائعة وأشكرهم بشكل خاص على هذا الاستقبال وحفاوة استقبال هذه لكن أتمنى أن تكون هذه مرحلة رائعة مليئة بالإيجابية ومليئة بتحقيق إنجازات. لاست كويتشن آخر سؤال ما انطباعه عن الكرة الإماراتية وما هي طموحاتها مع العنابي؟ أدري أن after playing your first game with Al-Wahda last match, how do you see the football in the UAE and what are your ambitions with Al-Wahda? Yeah, the first ideas that came in my mind is to what I expect here is to win also different league, different way to play, but still the same mentality to win. To achieve good things and this stay with me and I will take anywhere I go so and about the league was a difficult game for me to adapt I had opportunity to see two or three but when you are on the pitch it's different and I will try to improve and to understand fast the game and as a team I think it's most important because I think we can do better. في الواقع عند وصولي إلى هنا كانت لدي فكرة واضحة أن ربما تكون نوعية اللاعبين ونوعية البطولات هنا مختلفة لكن العقلية واضحة هي عقلية كرة القدم في كل مكان هي الروح والمحبة للانتصارات والمنافسة والرغبة في الانتصار وتحقيق الإنجازات وهذه روح كرة القدم في كل مكان وهذا ما أحمله معي هنا وفي جميع المحطات في مسيرتي. بالنسبة للمباراة الأولى في الواقع كان من الصعب التأقلم بصورة مباشرة. نعم كانت لدي فرصة للاستعداد لهذه المباراة لكن عندما تكون في أرضية الملعب وميدان المباراة يكون الوضع مختلفا للغاية.
لذلك الآن يجب علي أن أعمل أكثر وأن أتأقلم أكثر مع الفريق، أتأقلم مع الفريق بصورة مهمة للغاية، هو أمر مهم للغاية. لذلك سوف يجب علي أن أعمل أكثر وأن أبني تفاهمات أكبر مع اللاعبين بيننا كلاعبين. وأتمنى بأن تكون المرحلة المقبلة كما قلت سابقا مرحلة مليئة بالإيجابية ومرحلة مليئة بالانتصارات.